لم يعد على سائق الدراجة الهوائية المجازفة بالسير بين السيارات في كركوك بعد تحديد مسار خاص بهم في الشوارع الرئيسية. تعاون مشترك بين بلدية كركوك والمرور أسفر عن تخطيط شوارع المحافظة بالكامل ووضع مسار خاص بالدراجات الهوائية يبدأ من شارع القدس مروراً بساحة الاحتفالات. خطوة ناجحة تحسب لإدارة بلدية كركوك، يعني مثل ما تظهر أول شيء تحدد مسارات خاصة للدراجات الهوائية ومن ثم تعطي جمالية أخرى للشارع، يعني الشارع حددت مسارين للسيارات ومسار خاص لهذه السيارات للدراجات الهوائية، يعني هي خطوة بالاتجاه الصحيح. يا حبذا لو كان هناك مسار خاص للدراجات، يعني هل هذا المسار يشمل الدراجات النارية أم فقط هي حصرية للدراجات الهوائية؟ لأن مثل ما تعرف الدراجات النارية هي أحد الأسباب الرئيسية لكثرة الحوادث. إشارات مرورية وإرشادية وضعت في جميع شوارع المحافظة ولا يكاد يخلو شارع في كركوك من لوحات إرشادية زادت من جمالية طرق المدينة الداخلية والخارجية. تواصل ملاكات بلدية كركوك وخاصة هندسة المرور بتخطيط الشوارع ووضع علامات مرورية ضوئية وإشارات مرورية في جميع شوارع مدينة كركوك. نحن مستمرين في تخطيط جميع الشوارع ووضع علامات مرورية وتحذيرية في الشوارع. منظومة كاميرات المراقبة على الطريق السريع أيضا مشروع يشارف على الانتهاء لتسهم بشكل كبير في تخفيف الحوادث المرورية وخصوصا على الطريق السريع في المحافظة التي تشهد حوادث كثيرة. من كركوك عمار حامد، يو تي في.